واحد من أهم المدربين المصريين، واحد من أهم مدربي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، اسم كبير في الكرة المصرية، اسم تاريخي كمان في الكرة المصرية. لما نتحدث عن جيل ذهبي لمنتخب مصر فبالتأكيد نتحدث عن أسماء كثيرة جدا، منهم بالتأكيد الكابتن الكبير كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي. يا كابتن شوقي صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. أهلا بيك، صباح الخير يا كريم، يا رب كده ونشوفك دايما كده بخير دايما ونستمتع بيك دايما كده. أنا استمتع بوجودك دايما يا كابتن شوقي، دايما بتشرف بوجودك. الله يخليك كريم، تنورني كريم، الله يخليك. قول لي كده، قول لي رأيك في أداء منتخبنا في الفترة الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية، تحديدا في آخر مباراتين، مباراة الكوت ديفوار ومباراة المغرب. والله يعني احنا لو جينا نعمل تقييم للمنتخب المصري هتلاقي المنتخب المصري ماشي بالسياسة اللي احنا دايما متعودين عليها، اللي هي في البطولات المجمعة بالذات. في البطولات المجمعة احنا بنبتدي بمستوى وبننهي بمستوى تاني خالص. صح. فاحنا ماشيين من مباراة لمباراة في ارتفاع في المستوى مع القرعة بتاعتنا مثلا او الظروف اللي حكمت ان احنا جينا في الادوار بقى الفاصلة اللي هي مباراة فاصلة، وانت بتلاعب فرق يعني في نفس المستوى بتاعك او قريبة من المستوى بتاعك او تصنيفها زي التصنيف بتاعك. فده اللي بان فيه بقى القوة الراكدة اللي عند اللعيبة عندنا، أو بان فيه الشغل اللي الناس شافته. يعني الناس كانت ممكن في ماتشات كتيرة تشوف المنتخب، لكن في شغل كان موجود بيبان في المباريات الكبيرة اللي بيبقى فيها خصوم بتسوي نفس القوة بتاعتك. صح. وده اللي حصل زي ما انت قلت الوقت في مباراتي كوت ديفوار ومباراة المغرب. مباراتين صعب، لو اي حد جاي له في القرعه المباراتين دول اي حد طبعا هيبقى يعني بيفكر كتير، بيفكر في طريقه اللعب، بيفكر في الاداء. كل فرقه في الفرقتين لها اسلوب لعب معين، لها طريقه لعب معينه، اعتمادها على اشكال معينه. انت بتجابه فرقتين في كل فرقه لها شكل غير الشكل اللي بتلعب بيه. الحمد لله انا شايف ان احنا في المباراتين اسلوب اللعب اللي مستر كروش في واختياره لطريقه اللعب واسلوب اللعب اللي موجود انا شايف ان هو نجح بنسبه 100%، يعني مش بنسبه اقل من كده خالص، بنسبه 100% هو وجهازه طبعا. الاداء اللي قدمه اللعيبه كان اداء راقي، اداء بينم عن الارتفاع في الاداء البدني والفني والمستوى. وفي مباراتين انت بتلعب في كل مباراه 120 دقيقه، غير الوقت الضايع اللي في الشوط الاول والوقت الضايع اللي في الشوط الثاني والوقت الضايع اللي في الاكسترا تايم، فانت بتلعب فوق ال 130 دقيقه في كل مباراه. والفرق الزمني بينهم 4 ايام، فكل الحاجات دي انا شايف ان هي كانت بتصب في مصلحه المنتخب الوطني وفي اداء المنتخب. طيب عايز اديك حقك يا كابتن شوقي وفرصه كمان اسمع رايك على تألق فتوح الكبير في هذه البطولة، تألق محمد عبد المنعم وقبليهم تألق أكرم توفيق وتألق مصطفى محمد، تألق كل اللاعبين دول اللي طلعوا من جيل رائع جدا للمنتخب الأولمبي، رأيك في أدائهم إيه في البطولة؟ بص يعني خلينا نكون بصراحة، إحنا مهمتنا في المنتخبات الأولمبية أو منتخبات الشباب أو منتخبات دي العمل الأساسي الأول إنك إزاي تمد المنتخب الأول بعناصر تقدر تعمل تواصل أجيال. صح. وتقدر يبقى عندك المستوى. احنا لما جينا كسبنا بطولات 2006 و2008 و2010 احنا ما لعبناش الثلاث بطولات بتيم واحد. احنا في كل بطوله كان في عناصر بتخش، يعني في 2006 ما كانش موجود زيدان، كان موجود عماد متعب، وكان موجود مثلا عمرو زكي ميدو، وكان موجود عمرو زكي، وكان موجود حسام حسن وعبد الحليم علي. صح. في 2008 دخل عناصر ثانيه، دخل معنا مثلا محمد زيدان، دخل محمد فضل، يعني بدأ في كل بطولة انت بتلعبها كنت بتمد بعناصر جديدة، هو ده التواصل الإيجابي اللي موجود. صح. احنا بنقول ان الفريق المصري احنا عانينا فترة طويلة، عانينا فترة طويلة من ان احنا كان عندنا تيم ما كانش فيه مرحلة تجديد ولا مرحلة احلال وتجديد خالص في التيم. صح. لما وصلنا دلوقتي في عملية الاحلال والتجديد اللي بتتم دلوقتي في الفريق، انت بقيت عندك مطالب بحاجتين، مطالب انك بتلعب على بطولة، ومطالب انك بتعمل الاحلال والتجديد اللي موجود في التيم اللي يخليك تقعد لغاية 20-30
تلعب عندك فريق يلعب بيه. صح. وصلنا النهارده ان احنا بقى الجيل اللي كنا بنقول نجومنا الكبار اللي زي مثلا زي ما بقول عندنا عمود فقري موجود للفريق اللي كان في الشناوي والحجازي والسوليه والنني ومحمد صلاح، دول عصب للتيم وتريزيجيه معاهم، بقوا من العناصر ديت هي العناصر دلوقتي الكبيره اللي في الفريق. صح. يعني بقت هي العناصر اللي احنا كنا بنبص لها ان العناصر دي عناصر محتاجه الدعم من الكبار، لا ده هم اللي بقوا الكبار اللي بيعملوا الدعم للعناصر الصغيره اللي موجوده. في عناصر ادت اداء راقي، يعني انت بتكلمني على ابو الفتوح. ابو الفتوح لمده مباراتين متتاليتين بيلعب بشكل تكتيكي قبل ما يبقى بشكل ادائي في الملعب. صح. هو مطلوب منه دور معين، اللي المدرب طالبه منه الدور المعين بيلعب بيه، بيلعب على 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 لعيبه في اماكن خطره جدا ومن افضل اللعيبه اللي في الفرق الثانيه. حضرتك بتتكلم على نيكولاس بيبي في كوت ديفوار واشرف حكيمي في المغرب، اسماء عالميه يعني، مش اسماء عالميه. وهو بيلعب والمكان بتاعه قادر يسيطر عليه، قادر يلعب بيه، قادر يشتغل فيه، ما بيغيرش ولا غير في طريقه لعبه، الدور اللي طلب منه موجود. ودي لازم نقول على حاجه. اتفضل. عندما يقتنع اللاعب بالمدرب يبقى سهل جدا انك المعلومه توصل له والاداء يتطور للافضل. لان في قناعه بالدور اللي مطلوب منه، وده اللي واضح قوي مع مستر كروش واللاعبين. اللاعيبه مقتنعه. مقتنعه بطريقه اللعب اللي هو بيحطها، مقتنعه بالاسلوب اللي بيلعب بيه، مقتنعه بالشكل اللي بيلعب بيه. عندك قائد الفريق زي محمد صلاح. محمد صلاح من يعني عايز اقول ان دي البطوله دي هي اول بطوله افريقيه بالنسبه له، يبقى هو فيها قائد للمنتخب. صح. اي بطولة كبير؟ اي بطولة كبير جدا 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 جدا. لان دائما احنا لما بنشتغل بيبقى عندنا في الملعب قائد للفريق، احنا بنعتمد عليه اعتماد كلي كمدربين في توصيل المعلومات، في العمل الجماعي اللي بيتلعب، في الاسلوب اللي بيتلعب، في تنفيذ المعلومات اللي بتقال في المحاضرات. محمد طبعا بحجم لاعب افضل لاعب في العالم، وهو في هذه البطوله بيثبت الكثير، يعني بيثبت الكثير لكل الناس اللي بتيجي في المسابقات ما بتختاروش او اي حاجه. صح. انه مش بس لاعب مهم في الفريق، لا هو قائد للمنتخب من داخل المباراه وداخل التشكيلات وداخل الاداء، في كل مره بيتطلب منه اداء معين او شكل معين بيلعب بيه، في مباراه احرز من ناحيه الشمال، في مباراه احرز من ناحيه اليمين، في مباراه صنع لتريزيجيه، يعني بيجيبه بيأدي وبيقوم بدوره. صحيح. انا شايف ان في هارموني، يعني في جماعيه وفي حب وفي اداء وفي التزام باللعيبه بكل شيء بيقوله المدرب، وده النتيجه اللي الناس اقتنعت بيها. يعني الناس لما شافت الفريق وشافت اداء الفريق، وانت بتلعب مع فرقتين كبار، انت بتلعب مع المغرب تصنيف اول، المغرب كل الناس كانت مرشحاها، راح كاس العالم، راح كاس العالم، الاداء موجود. انت المغرب في مباراته معاك انت بتفكر في كم فرصه جت لفريق المغرب، بتعدهم على صوابع ايدك ما بيكملوش. صح. الفرص الحقيقيه. طيب كابتن شوقي، هسالك سؤال، هو كان حتى احيانا الناس يعني الناس بتنتقدك انت فيه، وانت اكتر واحد كمان ممكن ترد على هذا الامر. كل شويه يتقال لك انت بتلعب ليه 4-3-3 واحنا بنلعب هنا 4-2-3-1 في الدوري المصري، او الخطه الاكثر يعني لعبا هي 4-2-3-1، وانت لما كنت بتلعب بثلاث مدافعين كان يقول لك لا ما تلعبش بثلاث مدافعين، وكنت بتنجح بيها برضه. بتقول ان الناس اللي هم دايما يتكلموا على الطريقه الفنيه ان هي لازم تبقى شبه الفرق اللي موجوده في مصر. لا بص، لما بنتنقل من مستوى لمستوى بتتغير معاه الطموح، وبتغير معاه الشكل، وبتغير معاه الاداء. يعني ايه بتنقل من مستوى لمستوى؟ يعني انا لما بلعب في مستوى الدوري العام هناك 18 فريق، هناك ال 18 فريق ما فيش طريقه لعب موحده لل 18 نادي. لو جينا رجعنا الفرق اللي في الدوري كلها هنلاقي في مدربين بتلعب بثلاثه ورا، في مدربين بتلعب باربعه، وفي مدربين بتلعب بخمسه، وفي مدربين بتلعب بمهاجم واحد، وفي مدربين بتلعب بثلاث مهاجمين، وفي مدربين بتلعب باربعه في نص الملعب. هناك طرق مختلفه، ما فيش طريقه ثابته للعب في للأندية الدوري موحدة للكل. عندما تصل بقى للمستوى الدولي والمستوى اللي انت بتجمعاتك فيه ما بتزيدش
عن 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام زي اللي هيقابلنا لما نيجي نلعب مباراة السنغال، إن إحنا التجمع كله 7 أيام أو 8 أيام بتلعب فيه مباراتين. أنت ممكن قبل ما توصل مصر تكون فرقة السنغال هي كمان بطيارة جاية في مصر، صحيح، معاك في مباراة مثلا الذهاب أو مباراة العودة، يعني يعني بتبقى وصلت للمستوى اللي بتشتغل فيه. الشغل بيبقى شغل فني فقط، شغل تكتيكي فقط. دي في المباريات اللي بتبقى على مدار قصير، فانت بتشتغل باسلوب اللعب وبطريقه اللعب اللي تتناسب مع امكانيات اللعيبه اللي عندك ومع طريقه اللعب اللي توصلك للهدف اللي انت عايزه. صحيح. وانا شايف ان مستر كروش بيلعب بطريقه هو بياخد من اللعيب اكتر يعني من حاجات كتير. يعني انت لما تيجي تشوف في الماتش اللي فات بتاع المغرب التغييره اللي هي بتاعت حجازي، فقدان حجازي وفقدان حجازي للعلم ده انت بتفقد لاعب من اهم اللعيبه اللي موجودين في خط دفاع المنتخب المصري طبعا، لان انت بتعتمد على لاعب بيقدر يبني من تحت، صح، يعني بيقدر يبني اللعبه من تحت وبعدين عنده شخصيه في وسط اللي بيلعبوا جنبه كلهم صغيرين. فوجود حجازي ده كان شيء مهم جدا جدا جدا. اتمنى باذن الله برضو ربنا يوفق مستر كروش ويكون الاختيارات للافضل اللي هو شايفه. لما بتيجي تفكر في 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 طريقه لعبنا او اسلوب لعبنا او طريقه، احنا اختلفت كتير، اختلفت من ان احنا كنا بنلعب بثلاثه في نص الملعب والثلاثه عندهم النزعه الدفاعيه موجوده في الشوط الاول لكن بترتيبات معينه، ثم الموضوع يتقلب يبقى عندنا 4 مهاجمين مش 3 مهاجمين، بقوا 4 مهاجمين، صح، بقى صلاح وبقى مصطفى وبقى تريزيجيه وبقى عمر مرموش، صح، يعني حتى التغييرات كانت تغييرات هجوميه، ما كانتش تغييرات ان انت بتغير لعيب بتحط لعيب تاني بتزود في نص الملعب، لا ده انت بتزود نواحي هجوميه دايما. وده اللي كان جاي يعني باين لنا الخطوره اللي موجوده. يعني انت لما تيجي تشوف الجون اللي جابه محمد صلاح مع تريزيجيه، جون مكرر باللعبه مع صلاح، جون مكرر باللعبه مع تريزيجيه، وتواجد الاثنين في المنطقه اللي هي فيها صراعات وفيها مسافات للجري، لما تشوف مصلح ان هو بيستلم وهو بيجري وهو بيفوت وتريزيجيه بيكمل وبيسبق اشرف حكيمي وبيقطع قبل ما هو يغطي ويوصل ان هو يجيب الكره جون، لا في حاجة موجودة. الكورنر اللي احنا جبناه منه الجون هو كورنر متكرر، احنا جبناه قبل كده، صح، ثم جبناه تاني ثم عملناه في البطولة العربية، وقعت الكورة لصلاح بيجيبها جون. يعني في حاجات بتشوف فيها شكل تدريبي او شكل مدرب بيشتغل فيها، صح، وحاجات بتشوف فيها التزام بنسبة 100% من اللعيبة ومن الأداء اللي موجود. صغر سن اللعيبة كمان، يعني متوسط اعمار اللعيبه عندنا صغير، وخاصه عندنا في مجموعه بتاعه خط الدار معظمهم دلوقتي بقوا لعيبه صغيرين. لاحظ انهم بيلعب 120 دقيقه في 120 دقيقه ما انتش حاسس ان بدا يفقد حاجه من ايه من مستواه البدني خالص. طيب دي نقطه مهمه يا كابتن شوقي، دي نقطه مهمه، فكره ان احنا نلعب مباراتين 120 دقيقه على التوالي دي هترهقنا جدا في مباراه الكاميرون ولا هنقدر نتخطى هذا الامر؟ بص هقول لك حاجه كريم، هو بالنسبه للفريق او بالنسبه للعامل البدني عند الفريق وانت بتلعب ال 120 دقيقه او بتلعب 90 دقيقه، خليني اقول لك ان انت من الممكن تكون تلعب 90 دقيقه فقط وتبذل مجهود اكتر من ال 120 دقيقه، ممكن تكون مغلوب فانت بتبذل مجهود مضاعف اكتر عشان عايز تتعادل ثم عايز تكسب ثم عايز تأدي ثم عايز تحافظ على المكسب، فيبقى المجهود في 90 دقيقة أكتر من مجهود 120 دقيقة. من الممكن تلعب 120 دقيقة وتلاقي اللعب واقف، يعني اللعب إيه؟ اللعب سلبي، يعني ما فيهوش المجهود الكبير اللي موجود. لكن لما تيجي تشوف المنتخب المصري في ال 120 دقيقة في كل مباراة، لا هو في استمرارية في استمرارية اللعب للفوز. حتى مباراة كوت ديفوار اللي خرجت بضربات الجزاء، لكن كان في استمرارية قتال ان احنا عايزين نخلص في الماتش. ولما تيجي تشوف احنا الجون، يعني عايز اقول ايه، الجون اللي دخل فينا في ماتش المغرب كان دخل بدري قوي. ودخل بدري قوي ده ساعدنا كتير. هو ساعدنا كتير ليه؟ لان احنا بقينا بنأدي الاداء الهجومي مع الحرص الدفاعي، لكن الاداء الهجومي
وبقى فريق المغرب تحول لفريق عايز يدافع عن الجون اللي جابه. وخاصة ان ماتشاتنا مع المغرب كلها نتائجها كلها عبارة عن 1-0 1-1 0-0 2-1 يعني النتائج مش نتائج دايما ايه فيها سكور لفرقة من الفرق يعني غالبا بتخلص بنفس النتائج الصغيرة دي. فكان في عندنا المجهود اللي مبذول، انا مش شايف ان المجهود المبذول ده هيبقى حمل على اللعيبة، مش هيبقى حمل على اللعيبة خلاص، لان احنا في الدورات المجمعة يا كريم خليني اقول لك على حاجة، في الدورات المجمعة انت بتبقى المدرب بيشتغل، اللعيبة تحت عينه، اللعيبة قاعدة مع بعض على طول، ما عندهمش اي اماكن او اي مجهود بيبذلوه بعد الاجراءات التدريبيه او النظام التدريبي او الحاجات الحديثه في عمليه الاستشفاء والعوده للمستوى. الكلام ده بقى دلوقتي انا عايز اقول لك على حاجه، احنا يعني مثلا في كتير في معسكراتنا بتلاقي كل لعيب جاي وجايب معاه جهاز بتاعه الشخصي اللي شاريه اللي بيعمل له استعاده الاستشفاء بتاعه اللي بيقدر يشتغل بيه علشان يعمل. دي حقيقه موجوده، ولو جيت رجعت لعيبه كتير هتلاقي كل واحد، يعني احنا مثلا لما كنا في الاولمبياد كل واحد اللي جايب جهازه معاه شايله معاه زي اللي معانا في الجهاز الطبي، هو كمان عنده جهاز شريك وبيشتغل بيه. خلاص اللعيب بقت حياته هي كره القدم. فالنهارده الرجوع للمستوى الفني والبدني ده بيبقى بيرتبط كمان بحاجات كتيره، بيرتبط بالهدف اللي موجود ايه. انت النهارده وصلت دور الاربعه، النهارده وصولك لدور الاربعه ده انت بتلعب مباراه عشان توصل تلعب النهائي. النهائي ده احنا في اخر بطوله لعبناها كانت في 2017، خلينا اقول ان احنا عندنا فرصه كبيره باذن الله ان احنا نوصل للمباراه. عندنا فرصه ان احنا نلعب مع الكاميرون مباراة كبيرة عندنا. الكاميرون مش فرقة صغيرة، الكاميرون فرقة كبيرة، لازم نعترف برضو انه فرقة كبيرة وعندها امكانيات كتيرة وعندها لعيبة مميزين وعندها عدد من الاهداف كتيرة جابها في البطولة. ايا كان نوع الخصوم، انا ما بقولش على الخصوم مين، ما هو عنده المجموعة دي لاحظ ان اتأهل منها فرقتين لدور الاربعة. صحيح. يعني الكاميرون وبركونا فاسو الفرقتين اتأهلوا. فلاحظ برضو ان 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 المجموعه مش سهله، المجموعه قويه. وخلينا اقول ان المباريات كمان لما بيبقى الفرقتين كبار، فالفرقتين لما بيبقوا كبار بيبقى في شويه خوف من بعض. لكن المشكله في البطولات المجمعه دي انت تخاف من الفرق الصغيره، يعني بيبقى لها تاثير اكتر. يعني احنا كان عليها تاثير اكتر من فريق السودان، تاثير اكتر من فريق، يعني ما كانش عندنا التاثير من فرقه كوت ديفوار او فرقه المغرب. لا، كل لاعب بيبقى حريص، بيبقى بيأدي، بيبقى بيشتغل. فده اللي انا شايفه، شايف ان احنا باذن الله عندنا فرصه كبيره دلوقتي ان انت تبقى عندك الدافع القوي قوي 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 اللي يبقى عندك ماتشين بتوع شهر 3 مع باذن الله مع السنغال يوصلوك لكاس العالم. تقول لسه الكلام فيهم بدري ولسه الكلام فيهم بعدين. طيب. بس الدافع من دلوقتي. طيب كابتن شوقي، القدر مره اخرى يضع محمد صبحي في حراسة مرمى منتخب مصر، وضعه وقت كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وحضرتك اخترته رغم إنه ما كانش هو اللي بيشارك أكتر عدد من المباريات وشارك مع المنتخب الأولمبي وكان أحسن حارس في البطولة، مرة أخرى يشارك محمد صبحي، وارد جدا إنه يشارك في مباراة الكاميرون لو أبو جبل ما لحقش يجهز. كلامك عن محمد صبحي، أنت أكتر واحد تعرف محمد صبحي كويس، الجماهير المصرية ممكن ما تكونش شافت محمد صبحي كتير غير مع المنتخب شوية، لكن ما تعرفش محمد صبحي كشخصية وكمهارات في حراسة المرمى. لا، خليني أقول إن محمد صبحي حارس موهوب. حارس فعلا، حارس موهوب، يعني مش حاجة. أنا يمكن محمد صبحي كان مع مواليد 99 وكان مع الكابتن حمادة صدقي، وكان بيلعب مع الكابتن حمادة صدقي في التصفيات، وما كناش بناخد لعيبة مواليد 99 لغاية ما الكابتن حمادة لآخر مهمة يبقى موجود فيها. وشفته، يمكن كلمت الكابتن حمادة عليه والكلام ده وكده. ولما جبنا محمد صبحي بعد كده، زي ما أنت قلت فعلا، إحنا خلال التجارب اللي إحنا عملناها والمباريات اللي إحنا عملناها، محمد صبحي ما لعبش يمكن غير ثلاث مباريات تقريبا. صحيح. او مباراتين اللي اشركناهم فيه، كانت اخر مباراه جنوب افريقيا. ممكن انا كنت قاعد مع الجهاز كله بالكامل، ولما جيت قالوا بكلمه قلت لهم يا جماعه حطوا في اعتباركم ان احنا شفنا الناس كلها وشفنا اللعيبه كلها، وانا شايف ان محمد صبحي هيبقى الحارس رقم واحد اللي هنعتمد عليه
ساعه بطوله افريقيا اللي كانت بتتلعب في القاهره عشان الوصول للاولمبياد. محمد صبحي عنده مميزات كتيره، يعني محمد صبحي يعني واقف في الملعب كويس، طوله كويس، حركته كويسه، رؤيته كويسه، توقعه كويس. النهارده اكتسب خبرات كتيره كمان لما لعب البطوله الافريقيه وخد افضل حارس في البطوله، دي حاجه كويسه. لما كان في فتره طويله كان مع بيتمرن مع كابتن شناوي، بيتمرن مع ابو جبل، بيتمرن مع اجوان كبيره بتقود يعني مسيره الكره المصريه، استفاد منها استفاده كبيره. لو انت شفته لما نزل ما انتش حاسس ان هو عنده رهبه خالص، صح؟ نهائي، صح، نازل وعادي خالص، والمباراه بالنسبه له ما فيهاش اي مشكله خالص. احساسه برضو بتواجد زمايل له بيلعبوا وهو كان بيلعب معاهم، زي ابو شوخ وانت قلت، زي اكرم وزي كو مصطفى، زي كل المجموعه دي. فهو الاحساس برمضان المجموعه دي كلها هو احساسه ان هو كان بيلعب معاهم، فاحساسه موجود. احساسه برضو انه بيلعب مع كباتن كبيره ذات ثقل عالمي كبير، ويوجهوه بيلعبوه. وجود برضو معاه الكابتن عصام الحضري ما تنساش طبعا، انت بتتكلم عن حارس تاريخ مصر كلها موجود معاه، مجرد بس الكلمه منه تدريب او كلمه منه النصيحه منه حاجه كبيره. كل الحاجات دي، كل الحاجات دي والشغل اللي اتعمل مع محمد صبحي خلال الفتره اللي فاتت كلها، يمكن زي ما انت قلت محمد اتنقل من بتروجيت، بالمناسبه احنا مكان معانا كان في بتروجيت، صح، مش الزمالك، واتنقل من بتروجيت وراح نادي الزمالك ثم عايز نادي فاركو. يعني تحس ان حتى ايه ان 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 محمد بيشارك وبيلعب على طول وكل صح حاجه، صح. وعايز اقول، واحنا لو مثلا في البطوله في الاولمبياد ما كانش الكابتن شناوي جه معانا كان الحارس الاول رقم واحد في مصر، كان محمد صبحي هيبقى هو الحارس رقم واحد. يعني دي الحقيقه، يعني دي نقطه مهمه، دي نقطه مش مهمه مش بنقولها، يعني هو هو عارف كده، يعني هو عارف كان هو هيبقى الحارس رقم واحد. لكن انت برضو كنت بتدور على ان يبقى معاك حارس، يعني بقوه الشناوي ده كحارس مصر الاول. النهارده وجود ابو جبل برضو بينم عن حاجه، ان احنا لما كنا حتى مقيدين الثمانيه لعيبه اللي كنا مقيدينهم كان الشناوي وابو جبل الاثنين، والاثنين اللي هم الحراس اللي موجودين دلوقتي في المنتخب الاول ثم محمد صبحي. فده شيء يعني انا بتمنى له باذن الله اذا كان ليه نصيب انه يلعب يكون على المستوى اللي معروف عنه. بس عظيم، رايك ايه في مستوى مصطفى، رايك ايه في مستوى مصطفى محمد في البطوله حتى الان؟ بص، يعني انا هقول لك على حاجه. هو ساعات الناس بتقيس المهاجم اللي هو راس الحربه هو جاب كام جول، بس هو وصل لجون قد ايه، صح، او هو عامل ايه. لاحظ ان مصطفى في اوقات كتيره بيفضي الملعب للعيبه كتير، والا ما كانش مستر كروش هيصمم انه يديله المباريات. مظبوط، هو في حجز للعيبه. يعني خليني اقول لك ان النهارده في المباريات اللعيبه كلها، شوف انت مثلا مين الاثنين اللي بيلعبوا في قلب الدفاع بتوع كوت ديفوار وانديتهم، شوف مين الاثنين اللي بيلعبوا في قلب الدفاع في فرقه مثلا المغرب وانديتهم، صح، كلهم لعيبه بتلعب برضه على المستوى الاحترافي الكبير في انديه كبيره جدا من انديه معروفه. تحركات مصطفى، يعني انت كتير بتبص تلاقي المنطقه اللي لازم يبقى مصطفى موجود فيها كان فيها صلاح، المنطقه اللي كان موجود فيها كان فيها مرموش، صح، المنطقه اللي كان موجود فيها كان فيها تريزيجيه، وكل الناس دي بتستلم لوحدها، دي نقطة مهمة، بتستلم بخصوم، صحيح، فالخصوم كلهم بيتجهوا مع مصطفى، صحيح، يمكن الرقابة عليه شديدة. مصطفى كمان قوي، يعني مصطفى خليني أقول لك إن هو من الناس يعني من اللعيبة برضو السمات اللي عنده إن هو يعني مش من النوع اللي من السهل إنه إيه إنه يلاقي نفسه مثلا ما بيجيبش جوان، أو يلاقي نفسه مش في الصورة كده ويبقى مثلا يهبط، لا ده بيزيد اصرار، وانا شايف ان مصطفى بيزيد اصرار. يمكن يعني خلينا نقول ان احنا يعني في فرقه مثلا زي الكاميرون هي بتعتمد على اثنين لعيبه بيجيبوا جوان، واحد جاب ست جوان وواحد جاب خمس جوان، صح، راس حربه بيجيب خمس جوان سواء ضربات جزاء او لعيب، خلاص تلاقي اللعيبه الثانيه ما بتضيعش خالص او اللعيبه الثانيه ما بتوصلش. لكن احنا لو جينا شفنا المباريات بتاعتنا كلنا هنلاقي ان الاربعه اللي احنا قلنا عليهم الاربعه المحترفين هم اكتر الناس لعبا للمباريات. هتلاقي محمد صلاح وصل كتير وضيع،
هتلاقي تريزيجيه وصل كتير وضيع، هتلاقي مرموش وصل كتير وضيع، هتلاقي مصطفى وصل وضيع. فدي ايجابيات موجوده، ايجابيات موجوده صح. انا بتمنى برضو مصطفى يكون باذن الله، باذن الله في الادوار بقى الفاصله دي يكون هو برضو من ضمن العوامل المساعده لاحراز اهداف بالصفه اللي بيلعب في المركز. وهو بصراحه زي ما حضرتك اتكلمت، هو تكتيكيا وفنيا في الملعب كان من العوامل المساعده جدا لوصولنا لهذه المرحله. كابتن الكبير كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي، انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.